الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك. وأسأل الله حياتكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الأمسية الرائعة. طبعا نلتقيكم على الود والمحبة مرة أخرى بعد هذا الغياب الطويل. كما يعلم البعض أننا وأبعد الله عن الجميع أصبنا في هذا الوباء، فكان الانقطاع. طبعا أغلب الأخوة الموجودين معنا أيضا أصيبوا، ولله الحمد الذي وهب الحياة من جديد. عدت هذه المرحلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنكم جميع الوباء وجميع الأمراض، ويتقبل قيام هذه العملة أو العملة الإلكترونية البيتكوين. قد مر على الكثير من القراء خاصة متابعي الأخبار التقنية منهم، لكن دون الإحاطة الكاملة بماهية البيتكوين أو طريقة استخدامها وكيفية عملها. طبعا بشكل مبسط، فإن البيتكوين هي عملة إلكترونية يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار بشكل تقريبي. هذه العملة هنالك هو العالمي بالطريقة التي غير ويب سايت النشر هذه مع تسجيل جميع المعاملات في سجل عام يسمى ذلك السجل سلسلة الكتل. مثلا إذا قمت بإرسال واحد بيتكوين من عنوان أو المحطة مثلا لصديق ما، شبكة البيتكوين العاملة تسجل هذه المعاملة في سجل عام. هذا يعني أنه لا يوجد جهازة بيتكوين، قد انتقلت العملة الخاصة صديقك. نأتي ونطرح السؤال، من الذي أنشأ البيتكوين؟ طبعا تم تقديم البيتكوين نموذج مفتوح المصدر من قبل مبرمج مجهول. أستاذ أحمد الصوت واضح يمكم؟ أستاذ أحمد، نعم أستاذ أحمد، نعم، نعم أستاذ طبعا أحمد. كما قلنا أنه من الذي قلنا بأنه من قبل مبرمج مجهول أو مجموعة من المبرمجين تحت اسم مستعار يقال اسمه ساتوشي ناكاموتو في عام 2009. وقد كان هناك كثير من الشائعات حول الهوية الحقيقية لهم. كل الأشخاص الذين ذكروا في تلك الشائعات قد نفوا علنا كونهم ناكامورا. وكان ناكاموتو نفسه قد ادعى مرة واحد أنه يبلغ من العمر 37 عاما ويعيش في اليابان، ومع ذلك فبسبب لغته الإنجليزية المتقنة وبرامجه التي لا يوجد بها أي وصف للغة اليابانية، فهنالك شكوك معقولة حول هذا الموضوع. ففي حوالي منتصف تحول ناكاموتو إلى أشياء أخرى وترك البيتكوين، يعني ترك العمل وتحول إلى أشياء أخرى، لكن ترك عملة البيتكوين في أيادي
عدد قليل يجتمع البيتكوين، كما قام ساتوشي بتعيين عفوا غافن اندرسون كمطور رئيسي لتلك المادة. هنا نطرح سؤال، من الذي يتحكم في البيتكوين؟ هنا وفقا لغافن اندرسون فان اول شيء ركز عليه فاعترف ناكاموتو للمشروع هو المزيد من لازم اندرسون ان يستمر وجود البيتكوين بشكل مستقل حتى وان تعرض هو لحادث، يعني هو تحمل المسؤوليه اندرسون مكان ناكاموتو. طبعا بالنسبه للكثير من الناس فان ميزه الرئيسيه للبيتكوين هو الاستقلاليه عن البنوك والشركات والحكومات العالميه، حيث لا يمكن لسلطه واحده ان تتدخل في معاملات البيتكوين او تفرض رسوم معاملات او تستولي على اموال الناس. علاوه على ذلك فان شفافه للغايه. طبعا هنا قبل ان اكمل الاسترسال في المحاضره اود ان نطرح هنا نبحث مساله ونشرح مساله البيتكوين. لا نقول اذهبوا او اشتروا او نروج لهذه العمله، لا، نحن نبحث. عملنا هو البحث العلمي الخاص بهذه العمله، الا اننا لا نروج لهذه العملات. ما استرسلنا به قلنا انه لا يمكن فرض رسوم او معاملات او تستولي على اموال الناس، وعلى ذلك فان حركه البيتكوين عمل في دفتر حسابات عام كما استثنا في البداية موزع نطاق يدعى بلوستكشن شين، وفي الأساس لا يتم التحكم في البيتكوين كشبكة فإنها تعطي للمستخدمين السيطرة الكاملة. وتشير التقديرات أن ناكاموتو يمتلك حوالي 1 مليون بيتكوين والتي تصل قيمتها إلى 3.6 مليار دولار اعتبارا من سبتمبر عام 2017. طبعا كيف تعمل البيتكوين؟ طبعا الاستخدام يجب تحميل محفظه يعني الحوال او الحاسوب الخاص بك، بعد تنزيل ستولد لك محفظه عنوان خاص بك انت الذي تنزل هذه المحفظه. يمكن الحصول على عنوان او عناوين اخرى وامتلاك عده عناوين بنفس الوقت. لا يوجد هنالك عنوان واحد لمحفظتك، يمكن لك ان تستخدم عده عناوين لهذه المحفظه الخاصه بهذه العمله. يتم تحويل باستخدام العناوين، تعطى لصديقك عنوانك بالعكس عملات نقديه داخل المعاملات تسجل المعاملات المشتركه الذي تعمل عليه شبكه مؤكده موجوده فيها بدون استثناء. يستخدم هذا السجل يمكن تاكيد المعاملات الجديده على ان صرف بنكوينات جديده موجوده فعلا صح أمانة ترتيب لمجلس مجاميع تشفير. طبعا هي سوف أريكم بعض الأمثلة أو أسواق العملة اللي طرحت وقابل العملات المحلية، لكن سميات عملات شفرة أو الموقع الشفرة للعاد يعني المجاميع قلناها الآن حسابات حاليا الذي نستخدمه الآن. سلسلة المجاميع تستخدم لجمع البيتكوين ودفتر الحسابات الموجود عندنا حاليا هو مشابه لهذا. طبعا التحويلات والمفاتيح الخاصة التحويل، يعني إذا يعني أردنا أن نحول قيمة نقدية بين عنوان بيتكوين الذي يتم تسجيله سلسلة المجاميع
المحاضرات هذه ما تصير تدعي المصابيح الخاصة تستخدم إضاءة التواقيع الإلكترونية على الحوالات وتقديم إجابات هذه الحوالات والتوقيع الرقمي أيضا يحفظ الحوالة قيمة أحد بالتوقيع. طبعا طريقة تنفيذ من تجميع الحواس يستخدم هذا عن طريق ضمه إلى سلسلة المجاميع. يقوم التنقيب بإدخال الحوالة بترتيب زمني في سلسلة المجاميع ويضمن إبقاء النظام كامل محايد من أي جهة مراقبة ويسمح للحواسيب الجديدة بالدخول للعمل مع النظام. لكي يتم تأكيد الحوالة الخاصة بالبيتكوين يتم تجميع عدد من الحوالات في مجموعة بيانات مشفرة على مستوى عالي، ثم يتم تأكيد صلاحية الحوالات من قبل الشبكة. هذا يمنع من أن التعديل في مجموعات البيانات موجودة في سلسلة المجاميع، والذي قد يؤدي إلى حدوث مشاكل. كل 10 دقائق تقريبا تجمع عدد من الحوالات في مجموعة ثم يتم تأكيدها. طبعا يرى المستخدم فقط كمية من البيتكوين على محفظة ونتائج المعاملات. طبعا وراء الكواليس تقاسم شبكة البيتكوين دفتر الحسابات العام يسمى سلسلة الكتل، ويحتوي دفتر الحسابات كما قلنا، وهذا على كل معاملة يتم معالجتها في أي وقت، ومن ثم يتم دمج السجلات الرقمية للمعاملات في صورة كتل. فإذا حاول الشخص تغيير حرف واحد فقط أو رقم في مجموعة من المعاملات فإنه سيؤثر ايضا على كافه الكتل التاليه، ويسبب كونه بسبب كونه دفتر حسابات عام. فاي خطا او محاوله غش يمكن رصدها وتصحيحها بسهوله من قبل اي شخص، ويمكن للمحفظه المستخدم التحقق من صحه كل معامله، يتم حمايه صحه كل معامله من قبل التوقيع او كما اسلفنا سابقا التوقيعات قابله للتحاويل والارسال. طبعا توجد خصائص للعمله الرقميه البيتكوين منها اللامركزيه. احد اهداف ساتوشي ناكاموتو الرئيسي عند انشاء البيتكوين كما قلنا استقلاليه الشبكه عن اي سلطه حاكمه، وهي مصممه بحيث يصبح كل شخص وكل شركه كذلك كل اله تشارك في التعدين والتحقيق من المعاملات جزءا من شبكه واسعه. علاوه على ذلك فحتى لو تعطلت أحد أجزاء الشبكة فإن المال سوف يستمر بالتحرك. الفقرة الثانية هي المجهولية. هذه الأيام تعرف البنوك تقريبا كل شيء عن عملائها. من المستحيل أن هنالك شخص يعمل دفتر توفير حساب أو حساب جاري في البنك أو المصرف، ولا توجد معلومات كاملة عن الزبون، تاريخ الائتمان والعناوين وأرقام الهاتف وعادات الانفاق وما الى ذلك. وكل هذا يختلف تماما عن البيتكوين كما قلنا، من خصائصه المجهوليه، نظرا لان المحفظه لا يجب ان تكون مرتبطه باي معلومات يمكنها تحديد الهويه الشخصيه، في حين ان بعض الناس ببساطه لا يريدون ان تخضع اموالهم للرقابه والتعقيب او التعقب من قبل اي نوع من السلطه. فقد يجادل الاخرون بان التجاره او غير التجارات الغير مشروعه تزدهر في هذا النوع. ايضا الشفافيه وكذلك السرعه، يعني طبعا تقوم شبكه البيتكوين بمعالجه المدفوعات على الفور تقريبا، وعاده ما تستغرق بضع دقائق فقط حتى يتمكن شخص ما على جانب الاخر من العالم من تلقي المال، في حين المحاولات المصرفيه العاده يمكن ان تستغرق عده ايام. طبعا في الامس قرات هنالك اعلان ل الحوالي العالمي الوستر يونيون انها تتعطل لان المصرف الذي نتعامل معه
يعني كتب إعلان بأنه غير مسؤول عن الأخطاء التي ترسل، أخطاء المعلومات التي ترسل إلى الطرف الآخر، أن الوسيلة حتى يتم إرسالها إلى الطرف الآخر أو ترفض العملية خطأ. هذه إلى عدة أيام، لكن هنا السرعة في هذه العملة الحد والخطأ هي عدم قابلية العمل، ومجرد إرسال بيتكم لشخص ما لا توجد وسيلة الحصول عليها مرة أخرى، لا هدف انتهت، لا يمكن إرجاعها إلا إذا كان المتلقي يريد أن يرسلها إليك مرة أخرى. يعني الآن أن تكونين يمكن أن يلغي العملية أو يحاول إرجاعها إذا كان إلا لا يوجد هذه عدم قابلية أن يرجعها من هذا القارئ، يعني أي تداول معه قال عليه أنه لن يحصل على المال. طبعا من الذي يعني ما الذي أجمعه بها ماذا؟ أنه في عام 2000 حسب بحثه لأول مرة واضح عن جد وأكفين الأقوى، ولكن الآن أصبح كل شيء توفر البورصات إلى بعض دول التي تقدم مواقع أنه من الممكن التداول بها في البورصة، لكن هناك أيضا شراء تمثال آخرين عبر السوق، ويمكن مقابلها أو من خلال تحديث بطاقات الائتمان والخصم أو حتى مقابل العملات الرقمية الأخرى. طبعا طبيعة الحال فهناك تعدين، قبل بضع سنوات كان يمكن أي شخص لديه كمبيوتر أو بمواصفات يقوم بالتعدين، طبعا تعدين، لكن لم يقع الحال بعد الآن حيث تسبب في صرفها لانضمام الكبرى إلى ساحة المدمجة بالأجهزة سبب والأكثر من ذلك أن كمية البيتكوين التي لم يتم تعدينها بعد تخفيض باستمرار وبشكل كذا. طبعا توجد كما يقول هذا المجال أنه توجد إيجابيات، منها الحرية، مثلا يتم تنمية البيتكوين مع وضع الحرية في الاعتبار، والأهم من ذلك التحرر من السلطة الحاكمة كما قلنا التي تسيطر على العملات وتفرض الرسوم وتسيطر على الأموال الناس. عندما يتعلق الامر بشراء الاشياء اصبحت عملات رقميه شرعيه تماما مثل العمله الورقيه في السنوات الاخيره. والقليل على النقل طبعا واحد من الخصائص المتميزه للمال هي القابليه للنقل، وهذا يعني انه ينبغي ان يكون من السهل حمل واستخدامها، نظرا لان بيتكوين رقما رقميه تماما، فمن ناحيه العمله يمكن حمل اي مبلغ من المال على محرك القرص الثري او حتى تخزينها في الانترنت. طبعا اختيار العمله هنا ميزه اخرى لا جدال فيها في شبكه البيتكوين، وكانت اختيار مبلغ معاملات او اختيار عدم دفعها على الاطلاق، حيث يتم استلام رسوم المعامله من قبل القائمين بالتعدين بعد إنشاء كتلة جديدة مع هامش ناجح وعادة ما يدفع المرسل
الرسوم كامله، في حين ان خصم هذا الرسم للمستلم يمكن اعتباره دفعه غير كامله. طبعا منها لا توجد بطاقات دفع. بطاقات دفع، بطاقات الائتمان والخصم الواجب والدفع المسبق والمحافظ الالكترونيه والصرافات الآلية وبطاقات نقاط البيع والشركات المرتبطة بها، وهي تتألف من جميع المؤسسات التي تعمل على تقديم وتسجيل ونقل البيانات عامل البطاقة، الفيزاكارد والماستر كارد، وهناك لوائح أمنية صارمة مطبقة، ومعظم المعاملات التجارية للبطاقات الكبرى هي جزء منها، في حين أن قواعد واللوائح الموحدة يمكن أن تكون جيدة للشركات الكبرى، إلا أنها لا تأخذ احتياجات كل شخص بعين الاعتبار عند استخدام بطاقات الدفع التي يمكن أن تسمح للمستخدمين بتوسع استخدام جديد. وكذلك السلامة والتحكم والشفافية والحيادية، وكذلك لا يمكن تزويفها كما قلنا سابقا. مثلا إحدى الطرق الأكثر شعبية في التزوير العالم الرقمي هي استخدام نفس المال مرتين، مما يجعل كل من المعاملتين مزيفتين، ويسمى ذلك الإنفاق المزدوج. بمواجهة هذا يستخدم بيتكوين تماما مثل معظم المعاملات الرقمية الأخرى تقنية البلوكشين، فضلا عن آلية الإجماع المختلفة المضمونة في جميع الخوارزميات البيتكوين. طبعا توجد ايضا هنالك سلبيات لهذه العمله، انها المسائل القانونيه. يختلف وضع البيتكوين القانوني بشكل كبير في بلد الى اخر. طبعا بعض البلدان تشجع استخدام تداول البيتكوين، وتداول في حين يحظر استخدامه في بلدان اخرى ويحظرها القانون. كان هناك كثير من المخاوف بشان جلب البيتكوين طبعا للمجرمين، وقد ذكرت بعض الوسائل الاعلاميه حتى ان الشعبيه ترجع كليا الى غير ذلك من الفقره الثانيه هي مستوى القبول، كما قلنا، وكذلك المفاتيح الضائعه والتقلب، وإضافة إلى ذلك أنها تتطور باستمرار. طبعا السؤال هنا يطرح أنه هل البيتكوين مخطط هرم احتيالي؟ طبعا صرح المستثمر الملياردير وارد ماركيز مؤخرا بأن العملات الرقمية ليست سوى مخطط هرم. واضح أن النجاح الحالي للعملات الرقمية لا يستند لا أي شيء سوى الرغبة في إسناد قيمة إلى شيء ليس له قيمة فعلية تتجاوز ما يدفعه الناس. الفقرة الثانية، هل بتكون فقاعة كما يعبر؟ طبعا أحد الخبراء الاقتصاديين وهو حاصل على شهادة نوبل اسمه روبرت شيلر، هذا الشخص الخبير الاقتصادي عنده قائمة مرجحة تساعد على التحديد، أو اقترح قائمة مرجحة تساعد على التحديد إذا ما كان أي أمر هو فقاعة، وتشمل قائمة المرجعية زيادات حادة في سعر الأصول والإيرادات العامة الكبيرة. لذلك بطريقة ما تعتبر البيتكوين فقاعة وقد انفجرت من قبل، فبعد آخر بورصة أمتي غوسي شهيرة وهي بورصة صينية كانت تتعامل مع كثير من 70% من معاملات لعب البيتكوين في جميع أنحاء العالم. انخفاض أسعار البيتكوين مدة عام ونصف تقريبا، وقد استغرق الأمر 3 سنوات من فرصة تعافى. وبطبيعة الحال فإنه من الصعب التنبؤ بما سيحدث في المستقبل، وهناك احتمال بأن تتراجع أسعار البيتكوين مرة أخرى، ومع ذلك فقد تعافى بيتكوين مرة من قبل، وهي حاليا أقوى مما كانت عليه في أي وقت مضى، خصوصا بعد فترة كورونا أو الشار فيروس قبل
شهر ارتفعت قيمته. طبعا كيف يتم الاضراب على البيتكوين؟ احنا قلنا انه تحت البيتكوين بعد على وضعية عملية قانونية في معظم الولايات القضائية، لكن بعض السلطات القضائية قد اقرت بأهميتها واقترحت قواعد محددة، وتختلف هذه الأنظمة اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر حسب البلد الذي هي معترفة وتتعامل معه. فعلى سبيل المثال، تعامل دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية بالبيتكوين وجميع العملات الرقمية البارزة الأخرى كمثلية بدلا من عملة، ويجب على كل دافعي ضرائب الذين يبيعون السلعة والخدمات مقابل البيتكوين أن يدرجوا قيمة عملة البيتكوين المستلمة في قراراتهم الضريبية السنوية، كما يخضع أصحابها أيضا للضرائب الأمريكية، ولكن فقط إذا أثبت عملية التعدين عندها. طبعا وفقا لمحكمة العدل الأوروبية، فإن البيتكوين هي عملة وليست ممتلكات. تمام؟ بالضبط. وعلى الرغم من انها معافاه من الضريبه، او مفات عفوا من الضريبه المضافه، الا ان البيتكوين يمكن ان تخضع للضرائب اخرى حيث تتعامل الضرائب في المملكه المتحده بالبيتكوين كعمله اجنبيه، مع النار في كل حاله تتعلق بالبيتكوين على اساس الحقائق والحروف البيت. واعتبارا من يوليو عام 2017، فان بيع البيتكوين معفى من الضريبه في اليابان، حيث يتم الاشتراك فيها رسميا كطريقة. كم يساوي البيتكوين؟ طبعا سعر البيتكوين غير مستقر، فقد كان سعر البيتكوين الواحد عند الظهور لأول مرة يساوي ما قيمته 6 سنتات، وخلال تلك الفترة حتى أواخر عام 2017 ارتفعت العملة الافتراضية شراء وقيمة مادية كبيرة، حيث وصلت في 8 سبتمبر عام 2017 إلى 16,000 دولار بعد أن صعد حوالي 60 أو 60% أسبوعا تقريبا. وخلال السنوات الثلاثة الماضية، على الرغم من تسجيل عمليات بيع مكثف في بعض الأحيان، دفعت البيتكوين عن مستوى الدعم 3,000 دولار بقوة في مناسبات متعددة. طبعا لو انتقلنا مثلا الى موقع جوجل وفقط كتبنا عملة البيتكوين، حاليا نحن مثلا في العراق قيمة البيتكوين في هذه اللحظة تساوي 81,387 دينار. وفي هذه اللحظة مثلا لو انتقلنا الى مثلا اي بلد اخر، لو قلنا مثلا الكويت، يساوي الان 16 دينار و705. غير ايضا من البلدان، لو انتقلنا مثلا المملكه العربيه السعوديه مثلا 208 ريال، وهكذا. حاليا البيتكوين في هذه اللحظه، يمكن هذا من الموقع الرقمية المشفرة، فقط اكتب في موقع جوجل عملة البيتكوين سوف تظهر لك المعلومات كاملة. قبل أن ننتهي، هناك دول احترفت بهذا بهذه العملة، لكن أول دولة اعترفت بهذه العملة هي ألمانيا، هي أول دولة في العالم تعترف بالبيتكوين وتسمح بالتعامل من خلاله، وتليها الولايات المتحدة الأمريكية التي تعترف بها الآن، بينما يتم مناقشتها في الأواسط المالية العالمية وأيضا في المكاتب الكبيرة في وول ستريت والحي المالي في لندن، وينتظرون إليها بعض أو ينظرون إليها في بعض. إضافة إلى ذلك، في موقع الاستثمار هنالك خبر أول دولة خليجية توافق على إدراج صندوق بيتكوين في البورصة. طبعا شركة 3 اي كيو لإدارة الأصول الرقمية أيضا
من أدمجت هذا التعامل، وقد تم إطلاق صندوق البيتكوين في بورصة المالية الأوراق في عام 2020 كأول صندوق بيتكوين رئيسي في عالم ومدرج في البورصة. طبعا إلى هنا ننهي محاضرتنا، ونتمنى أن نكون خفيفي الظل عليكم. هنالك أي سؤال وأي استفسار فنحن في خدمة. أستاذ أحمد معاي؟ أستاذ أحمد معانا؟ الأخوة إذا كان لديكم أي سؤال وأي استفسار فنحن بخدمتكم. رابط الحضور الآن سوف يظهر. طبعا أستاذ فاضل، لا توجد هنالك ضمانات. طبعا نحن قلنا نحن لا نروج لهذه العملة. أنت لست عميلا أستاذ، لست عميلا، إنما أنت تملك عملة بيتكوين عن طريق المحفظة خاصة بك، وكما قلنا أنه كيفية الحصول عليها بهذه الطرق التي ذكرناها يمكنك الحصول على تلك العملة وتضعها في محفظتك، وأنت المحفظة الخاصة بك، وأنت أن سوف تستخدمها في عملية المعاملات المالية الإلكترونية. أهلا وسهلا الأخوة الحضور، هذا رابط الحضور. الأساس الأفضل اللي يستوعب على شهادات المشاركة طبعا اليوم إن شاء الله أقل الساعة إن شاء الله سوف تسجل كل شخص حضر معنا فهو متفضل. وشكرا. أستاذ الفاضل، أستاذ صادق، هم استخدموا ذلك نظام مصرفي. أستاذ الفاضل، مصرفي الدولة تتحكم فيه، تعمل على تطبيق باركود. أما البيتكوين لا، هي عملة رقمية، عملة رقمية غير خاضعة للسيطرة مركزية، وهي عملة لا مركزية بعيدة عن جميع التدخلات. استاذ احمد معانا؟ طبعا في نهايه المحاضره لا يسعني ان اتقدم الشكر الجزيل الى جميع الحضور، شاكرين لكم طيب الحضور معنا، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظكم ويتقبل قيامكم. واهلا وسهلا ومرحبا بكم، نراكم بخير ان شاء الله، والملتقى في دورات وورش اخرى. مع السلامة وتكونوا على خير. Goodbye.